أول الماشين اللي اكتشفت راسي، يمكن الإنسان عنده موهبة وما كيعرفهاش في أي مجال، سواء الغناء سواء الاتليتيزم سواء الفوتبول سواء في أي موهبة اللي كيكتشفوها هم الناس المتتبعين أو المختصين. أنا تنظن بأن الناس ملي كتشوفيني كنلعب في الزنقة، وبالأخص من السنين أول رخصة تاعي مع فريق الجمعية السلوية في قسم الصغار، فالكل كان يتنبأ لي بواحد المستقبل كبير في عالم كرة القدم أو في عالم الحراسة، حاجة اللي ما كنتش كنعرف أنا في راسي، لأن بعيد عليا باش نعرف راسي أنا، لأن مازال أنا مغرم بالعلوم، مغرم بالهزاز الله يرحمه، بعلال الله يرحمه، عتوقة، ماير، وأسماء اللي كانت في ذاك الوقت. لهذا فالناس اللي شافتني كنلعب هي اللي كانت كتنبأ لي، وكذلك وبقات الهضره كتكثر عليا في سلا، حتى الوداد وصل الخبر بان كاين واحد الشاب اللي كيلعب حارس واللي هو في الجمعيه السلاويه وعنده واحد المستقبل كبير، وفعلا الوداد نقلت حتى لسلا، ودو مع الوالد تاعي اللي كان ديك الساعه هي المشرف علينا، لان الوالد تاعنا ميت في ديك الوقت. ديك الساعه فاش جيت الوداد عادي كنعرف بان راه يمكن لي ندير مستقبل في كره القدم، لكن ديك الساعه انا وليت دخلت واحد من العالم اللي كنقول كنت كنقصر، كنت واحد العالم اللي كنشوف لا واحد الضغط ولا واحد لوبليغاسيون ديال التدريب يوميه، ولا واحد الريجيم ديال كيخصني نحافظ على راسي، كيخصني نعس بكري، كيخصني ندير واحد التوازن بين الدراسه تاعي وبين التدريب تاعي. كذلك ما ننساش المرحوم السي مصطفى، المرحومين بجوج، السي مصطفى البطاش وكذلك السي محمد الخلفي بالنصائح تاعهم، واللي كانوا كنت انا بحال الولد تاعهم. ما ننساش كذلك السي عبد الرزاق مكوار، ديك الساعه ملي شاف المؤهلات تاعي كنقول حضرني بواحد الشكل كبير، لا من ناحيه الدراسه تاعي، لا من ناحيه السكن تاعي، لا من ناحيه واحد التتبع كبير. يعني وليت انا عندي الوالده اللي هي صارمه في الدار، وعندي الاباء تاعي اللي فيهم السي عبد الرزاق مكوار، السي محمد الخلفي، والسي مصطفى البطاش اللي كانوا كيسهروا عليا. وما ننساش كذلك المسير ديال الوداد، كل من الخطاب اسماعيل الله يرحمه، وكذلك الحاج احمد المقتدر اللي كان تناول انا والعينين ديالهم. لهذا فديك الساعه وليت انا ما يمكنليش ندير شي حاجه خارجه على القانون، لان كنت متابع لا خارج الدار ولا داخل الدار، والفضل كله اللي كيرجع كذلك نقدر نقول رضات الوالدين، وطحت في ايادي امينه اللي خلاتني نشق المشوار تاعي بشكل تقريبا صحيح. اولا الفضل كله كيرجع لكليزو اللي كان المدرب ديال المنتخب الوطني في ذاك الوقت. ديك الساعه انا عندي 19 سنه، وشكون اللي كان معايا في، او انا ما نقولش اللي كان معايا، انا اللي كنت معاه لحقاش هو سبقني في المنتخب، المرحوم الرعد، كان معانا بالحليمه، كان معانا روح السلام ديال الجيده، وكنا كنبريباريو لي جيمي ترانيان ديال سبليت ديال 79، ومن طون كنبريباريو المباراه اللي كانت غتلعب ضد الجزائر اللي خسرنا بخمسه لواحد في الدار البيضاء. دونك درنا واحد ستاج ديال اموا بين فرنسا وبين الاسبان، ولعبنا مباراه ديال الاياب امام طوغو، كانت عندي هي اول مباراه رسميه مع المنتخب الوطني، لان المنتخب الوطني كان فات انتصر على طوغو في المحمديه ب7-0 او 7-1. ورغم وجود الرعد والرد اللي عنده تجربه، وكان مع الهزاز كيلعب بعض المباريات او فيما تيكون الهزاز ما كاينش هو اللي كيلعب، ما كنتش كنور راسي ان غادي نلعب، الا كنت فاجئ براسي بان في التشكيله الرسميه امام طوغو كندخل كنلعب مباراه رسميه انا براسي، بكل كان دي شهاده قول الاحترام تاعي للرعد، لان كان واحد من ليدول ديالي ملي كنت انا صغير. كنت كنحشم نشوف ملي سال المباراه كنحشم نشوف فيه، بقاو لان لعبت هو ما لعبش. لهذا بالنسبه ليا بدات المباراه تاعي امام طوغو، وبالاخص السن تاعي كان صغير، كان 18-19 سنه.
وتلعب في المنتخب كحارس رسمي ومعك لاعبين امثال صحيته شيشال واسماء اللي هي كبيره مصطفى الطاهري موح ليمان الله يرحمه فماشي سهل. وكانت بكل صراحه كانت عاديه لان درنا مباراه مع لا هونغري لعبنا مع فرباط درنا 0-0 كانوا معسكر في سوسه اللي ما حضرتوش كنت مصاب في انجلترا كان فيها فتاح مداني لعبوا مع ايرلندا في ايرلندا وكان المباراه سلات 1-1 على المنتخب المغربي يعني كانت اجواء عاديه غير كانت البطوله منعول اللاعبين ديال المنتخب يلعبوا مع الفرق تاعهم باش لتفادي الاصابات ومشينا تقريبا اموا قبل ما يبدا المونديال المونتيري تاقلمنا مع الاجواء ديال الصهد وديال الحراره والرطوبه اللي كاينه تما ولعبنا بعض المباريات مع فرق اللي هي عاديه كنا كنربحوها بسته بسبعه وتنظن كانت فكره جيده من الناخب الوطني في ديك الساعه المرحوم فاريا اللي عطاتنا واحد الثقه باش ناخذ ديك الاوتوماتيزمات ديالنا ونتاقلموا مع الجو. ملي دخلنا المباريات الرسميه وفي مجموعه ديال الموت بالنسبه لينا حنا لان كانت بولونيا انجلترا وكذلك البرتغال فكان حتى واحد ما كان كيراهن على المنتخب المغربي يمكن له يدير شي نتيجه ايجابيه فبالاحرى يحتل الصف الاول ويدوز الدور الثاني وغادي يكون اول بلد عربي وبلد افريقي اللي كيحقق الانجاز. طبعا الاجواء كانت هائله لان اول انا بكل صراحه كانت اصعب مباراه كانت عندي في هذه المباراه المباراه الاولى امام بولونيا بحكم كندخل اول مباراه رسميه في كاس العالم الكل كينتظر مني في المغرب نظهر بواحد المظهر مشرف ونعطي ديك القيمه الحراس ديال المغرب وبالاخص المرحوم علال ابلاء البلاء الحسن في مكسيكو في مكسيكو 70 وليمال بدو الزاكي اللي عنده اللي سمعته سابقه في افريقيا وسابقه في المغرب وكيخصو يكون واحد من بارمي على الاقل الخمسه ولا سته الاولين في التظاهره يعني المباراه الاولى بكل صراحه بالاخص الشوط الاول لعبته وانا مضطرب رغم حتى واحد ما كيحس بها ولكن نفسانيا انا ما مرتاحش باقي الهاجس ديال كاس العالم غالب عليا باقي كنحس بالعيون ديال العائله تاعي متبعاني ديال لي زامي ديال المتتبعين ديال الصحافه ديال كل شيء وكيخصني نفرض راسي حتى الشوط الثاني عاد بديت كنلعب بحال كنلعب في افريقيا او بحال كنلعب مع فريق الوداد ومن تما بديت لا ماشي الدهشه داك الضغط داك الضغط اللي بغيت خصني ندير شي حاجه اللي كتشرف واللي كتحمر الوجه للمغاربه وكذلك نفرض راسي كحارس مغربي داخل المونديال كان علال ولي ملزك سيسا والحمد لله تنظن ربي ما حشمنيش وتنظن دوزت المونديال في المستوى بمساعده اللاعبين او الزملاء تاعي في الملعب وكذلك في نفس السنه حرص على الكرة الذهبية لـ 86 وتنظن بأن كانت أجواء رائعة بالأخص كانت هناك متابعة بواحد التفاصيل أحد التفاصيل ديال المرحوم الراحل الملك ديالنا الله يرحمه الحسن الثاني اللي كان كيتصل بنا تقريبا يوميا اللي كان كيسقسي على الاحوال تاعنا على السعادات ديالنا على المورال ديالنا المعقول وكان كل اتصال الا كيعطيك واحد الحماس واحد الشحنه باش يمكن لك تعطي اكثر. اللي جات المباراه ديال المانيا فالمباراه ديال المانيا فاحنا تنظن ما خسرناش لحقاش كنا اقل مستوى من المانيا ولكن نقدر نقول كنا اقل مستوى من ناحيه تجربه فقد عرف لاعب مع لاعب المحترفين ويمكن ما كيسمحولكش باي هفوه فحنا الهفوه الوحيده اللي درناها هو في الحائط ادينا الثمن في واحد الوقت اللي يمكنلكش ترجع فيه ورغم ذلك فتنظن بان المنتخب الوطني المغربي ابلى البلاء الحسن وخرج من المونديال براسه عالي.
الفيدراسيون كان المرحوم رئيس الجامعه اللي هو باموس، كان في الدور بن زروال اللي هو توا كان رئيس البعثه، كان الله يرحمه المسيوي بحال هكا المسيوي، كان المرحوم وزير الشباب والرياضه الاستاذ عبد اللطيف السمنالي، كنعرفوا الصاله نتاعو كذلك ليزونس اللي عنده، وبالاخص عاوتاني كانت اجواء داخل المنتخب بواحد الشكل اللي هو عائلي، بعيد على الامبيونس اللي انا عشته كمدرب مع المنتخب الوطني اللي فيه محترفين من برا، لان كان المحترفين الوحيدين اللي كانوا عندنا كان عايز بودربالا وكان حداو يلا خرج وكان كريمو، يعني كانوا عندنا ثلاثه، كانت كل الاجواء يعني من البطوله الوطنيه اللي كانت اجواء عائليه، وكانت الا في وسط المعسكر الا تلفلك شي لعاب يمكن لك تلقاه في الشومبر ديال دولمي ولا في الشومبر ديال المريس، الاجواء كلها كانت النكات والضحك والاجواء اللي كانت هي حميميه واجواء اللي كانت جو عائلي بهذه العبارات. بكل صراحة نظن بأن المرحوم الملك الحسن تينا رحمه الله كان دار واحد الاستقبال هائل في ملعب ديال محمد سانك بحافلة مكشوفة، درنا على الملعب وهو معنا، كان استقبال كبير. كذلك ما نساوش المغاربة اللي كانوا كيحتفلوا في كل مباراة، كيخرجوا للزنقة وكيهتفوا بالاسماء تاعنا وكيشيدوا بالاداء ديال المنتخب، يعني بكل صراحه خدنا واحد القسط كبير من الاهتمام، سواء على المستوى الاعلامي سواء على المستوى الجماهيري وكذلك على المستوى ديال الاهتمام من ناحيه قاعة الماديه دابا. ولكن اموال الانسان ما يمكنلوش شيء، ما يسمعش بلي وصلت حتى 30 مليون سنتيم. نو ما كاينش، نقول لك بين 16 20 يعني في ذاك الوقت كانت فلوس. نقول لك واحد القضيه، الواحد اللي بغى شي حاجه في اي مجال وفي اي دومين كيخصهم شي ليها نيشان، والمعقول كيوصل. لهذا بالنسبه لي انا، فيمكن الان اي واحد كيشوف الزكي بدو كيف داير الساعات يقول لك لا عنده الزهر، لا هو اللي عطاتو بهذه العبارات اللي كان داولوها. ولكن لو وريتو الزكي بدو النقطه تاعو ديال الديبار والنقطه ديال لاريفي كيفاش قطعها كيفاش خدم فيها كيفاش، اقول لك لا سمح لي انا شي ما نقدش عليه، نمشي ندير حاجه اخرى. واي واحد كيوصل لشي حاجه خصك تشوف المسار تاعو كيف داير، واش غنقول لك تستحمل داكشي اللي ممكن تستحملش. لهذا بالنسبه لي انا كننصح الشبان على هذا المنبر ديالكم، راح ما كاينش شي حاجه مستحيله الا كان العمل. الكره الذهبيه اولا انا رسمتها من كتر بان دو، كنت بغيت نديها. تنظن كون لعبت المباراه الاخرى اللي لعب فيها المنتخب المغربي امام الكاميرون، واللي كانت مباراه فاصله اللي خص المنتخب يتاهل فيها لكاس العالم اللي كانت في اسبانيا، كون لعبتها كنت والمنتخب المغربي يدوز كاس العالم، كنت ديك الساعه كنت غادي ناخذها، يمكن كنت كلاسيت الخامس او الرابع في ذاك الموسم. جات الوجيبه ديال 86 كانت عندنا جوج ديال الحوايج، كاس افريقيا ديال 86 اللي كانت في مصر، ومن موراها كاس العالم اللي كان في المكسيك. بغض النظر على الاقصائيات اللي كانت، واللي يمكن في 12 مباراه دخل عليا اصابه واحده هي في المباراه الاخرى امام ليبيا، يعني كنت كيخصني ندوز ان بون كوب دافريك وان بون كوب دي موند ونديها. مع كامل الاسف كتعرف باش تكون انت حارس وتفرض راسك ماشي سهله، المشوار تاعك في الاقصائيات مشى من داكشي. ملي جات كاس افريقيا ديال 86 كان الاسم اللي كان بارز هو عايز بودربالا وروجي ميلا، يعني محاولية ديك الخدمه. اش بقى ليا انا كاس العالم يا اما غادي نبرز فيه وسي لو مومون او جامي، ولا غادي ما تمشي لعزيز او غادي يمشي يديها روجي ميلا. روجي ميلا الكاميرون ما كانش ديك الساعه في لاكوب دي موند، دونك غتكون المنافسه بينه وبين عزيز.
الحمد لله بقات المنافسه مغربيه، ربي وفقني ورضات الوالدين، درت ان تري بون كوب دي موند، الاضواء كلها ديتها هنا، فعايز المدرب هذا جا في المرتبه الثانيه. سي سا قلت كان مخطط وبرنامج اللي درتو بين عينيا واشتغلت عليه، والحمد لله ربي ما خيبنيش. وهذا الشيء ماشي قلتو حتى ديتها، قلتو لي زامي داولي اللي عايشين معايا، قلت لهم هذا العام اللي ما ديتش البالون دور ما عمري غادي نديها. المرحوم بليندا كان منتخب في المستوى، يمكن خانتو النتائج في دي مومون اللي هما مهمين، وبالاخص المباراه الاولى امام السعوديه وقعوا جوج ديال الاخطاء، واحده في ضربه الجزاء اللي كان دارها نور الدين النبت، واخرى الاصابه الثانيه اللي كانت خطا ديال الحارس عزمي رغمه. المنتخب المغربي كان اقوى بكثير من المنتخب السعودي، وكتعرف بان مباراه كتعطيك ثلاث ديال النقاط وكتفتح لك واحد المجال للتاهل، الا وكتخليك كتخلي الحظوظ تاعك كتقلص. وشفنا المنتخب المغربي لا مع بلجيكا كان في المستوى من ناحيه الاداء، ولكن النتائج خانوه ما داش للدور الثاني. بكل صراحه المنتخب المغربي غادي كيتحسن بواحد الشكل كبير، وتنظن بان المنتخب المغربي الا ما خانتوش او لا ما خانوش الحظ، ملي كنقول الحظ شنو هو؟ هو التواب تاعك يبقى ولك ما يتقاسوش، لان الا غاب لك بوصوفا ولا غاب لك زياش وغاب لك بن عطيه فالامور كتبدل بواحد الشكل كبير. لهذا كنتمنى جميع اللاعبين يكونوا في واحد صحه جيده، ويكونوا في لافورم تاعهم باش نشوفوا المنتخب المغربي بنفس الثقه اللي شفنا فيه المباراه امام صربيا، بغض النظر عن النتيجه. لكن المنتخب المغربي كان ممكن ينهز مع المنتخب الصربي، ولكن ديك الثقه باش لعب هي اهم بكثير من 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 من, من, من النتيجه، لان الان الناخب الوطني عنده معطيات اللي باغي يوصل ليها واللي باغي يكتشفها قبل المباراه الرسميه. ولكن اهم حاجه اللي شفتها انا بغض النظر على الاداء الجماعي او الاداء الفردي، وديك الثقه اللي كان لعبها المنتخب المغربي مع منتخب اللي هو مؤهل لكاس العالم. واستوت من الاول كان جوج الحوايج، هو ملي تزادت عندي البنت وتشرف الراحل الملك الحسن الثاني الله يرحمه وتشرف وسمى لي البنت حسنة نفس الاسم ديال البنت تاعو. وكذلك حاجه اخرى، ملي تاهلنا للكاس، ملي تاهلنا للدور الثاني بالليل اتصل بينا وشدني تقريبا انا بدون مبالغه ساعه ديال المكانه، هو كيهضر معايا في حضور اللاعبين، في حضور رئيس الجامعه الله يرحمه السي باموس، وكذلك المرحوم الوزير سي عبد اللطيف السمنالي. تقريبا ساعه ديال المكانه وانا كندوي مع ملك البلاد، نقدر نقول داك الشيء اللي عرقت فيه انا وانا كنهضر معاه ما عرقتوش مع البرتغال. وكان شرف بالنسبه لي، وهذيك هذيك الفتره ما عمري غادي ننساها. كنظن بان الجمهور المغربي اولا ما عمري انسى الحب تاعو ليا، داك التشجيعات تاعو ليا، وما ننساش زكي بادو دار مشوار لا باس به كلاعب او مشوار لا باس به كمدرب، فافضل التشجيعات ديال المدرب ديال الجمهور ومساند ديال الجمهور اللي كان كيصبر عليا سواء في السراء او في الضراء. من هالمنبر فانا كنحيي الجمهور، وان شاء الله كنوعدوا بالمزيد من العطاء وبتشيف كرة القدم الوطنية.